تحياتي ليك كابتن محمد بركات ونجوم المقصوره هنا من استاد الجيش برج العرب حيث انتهى مباراه المصري والنادي الاهلي بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. معنا الان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد في البدايه بنقول مبروك الفوز، مبروك 3 نقاط غاليه بالفعل في سباق الحميم للزحف نحو القمه. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن مهم قوي وانت بتلعب الناس اللي هي بتنافسك او حواليك، يعني بتبقى مهم ان انت تبقى متقدم عليهم، وده في البدايات شيء كويس. عندنا لسه مؤجلات، لكن انت بتاخد المباراه كل مباراه لوحدها كده لحد ما ربنا يسهل ونخلص مؤجلاتنا ان شاء الله. كابتن سيد، خلينا النهارده نقول النادي الاهلي قدم شوط اول ولا اروع. خلينا نقول في بدايه الشوط الثاني شفنا النادي المصري يهدد اكثر من مره مرمى الشناوي، لكن تالق الشناوي النهارده يعني حرم مهاجم النادي المصري من احراز اي هدف. طبعا الحمد لله انت بتلعب فرقه برضه يعني بالتاكيد كانت متصدره الاسبوع اللي فات وعندها عدد من الاهداف مش قليل، يعني فاكيد هيجي عليه فرص، ده وضع طبيعي جدا يعني. لكن كيفيه التماسك وكيفيه التجانس وكيفيه الخروج من اوقات المباراه اللي ممكن تبقى صعبه في وقت من الاوقات، وده مهم جدا في عالم كره القدم في الفهم نفسه، ان انت مش على طول من اول دقيقه لحد اخر لحد دقيقه 90 او من اول ثانيه لحد اخر ثانيه هتبقى انت اللي على طول في حاله هجوم هجوم هجوم. اكيد هيجي عليك فرص، اكيد هيجي عليك فرص، لكن في اللحظات او الاوقات اللي هيجي عليك فرص مهم جدا ان انت تخرج بيها بشكل كويس يعني. كابتن سيد، النهارده نقول توفيق للكابتن حسام البدري بنزول وليد سليمان وفي اول لمسه هدف ولا اروع النهارده. الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل شيء، واختيار طبعا موفق الحمد لله. وخلينا ناخدها زي ما قلت لك واحده واحده، ده مباراه مش مؤجله، لكن عندنا مباراه انبي اللي جايه كمان مش مؤجله، بعد كده بعد مباراه انبي هيبقى عندنا الاسيوطي ومصر المقاسم واثنين مباراتين مؤجلتين، لكن خلينا ناخدهم واحده واحده كده وربنا يقدم في الخير ان شاء الله. توفيق يا كابتن سيد. ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. عوده الى المقصوره والكابتن محمد بركات.